السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. اليوم إن شاء الله تعالى أحاول أن أسجل جامعة المجمعة وهي مفتوحة، وستكون مفتوحة بإذن الله تعالى في أسبوع كامل. والمنحة الخارجية طلبة لموجودين في الخارج أن يستفيدوا منها إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. أولا ما تحتاج إلى رابط التسجيل وكل هذولا، ولكن أضع لكم رابط التسجيل في الوصف بإذن الله تعالى. أولا نكتب باللغة العربية سجل أو تسجيل أي نوع اللي تبغى. أول رابط هو مواعيد الجامعات المملكة العربية السعودية، هذا إعلان نسوي عليه إلغاء. ننزل تحت المنحة الخارجية كلها تحت كما ترون هنا لغير السعوديين، كل هذه الجامعات انتهى التقديم. ننزل تحت الجامعة اللي نريدها الآن، الجامعة اللي نريدها الآن هي موجودة تحت، هذه هي جامعة المجمعة المنحة الخارجية لغير السعوديين، وهي فتحت اليوم كما ترون هنا تاريخ اليوم 17، وستنتهي إن شاء الله في هذا الشهر 24 بإذن الله تعالى. نريد أن نقدم، نقول سجل. كما ترون الآن بعدها ما وصلنا إلى هذا المكان يستطيع أن يتقدم إلى هذه الجامعة للبنين والبنات. أما البنين يضغطون على هذا الصح، أما البنات يضغطون على هذه العلامة الأزرق للرجال أو الطلاب، أو الوردي اللون الوردي للنساء. نضغط على الأزرق الطلاب، نضغط على طلب جديد. النوع المنحة، المنحة خارجية وداخلية، تختار الخارجية. رقم جواز السفر، نكتب رقم جواز السفر هنا، وكذلك نوع الدراسة، الدراسة اللي نريدها كلها انتظامي، ليست ما في انتسابي، نضغط على انتظام ونكتب رقم جواز السفر. كتبنا الآن نوع المنحة وكذلك رقم جواز السفر، نوع الدراسة، نضغط على هذا الصح ونقول وافق. الآن وصلنا إلى هذه الصفحة، ويوجد هذه الصفحة كما ترون تنبيه زي كذا. لو شفت هذه النجمة الحمراء، لو شفت هذه النجمة، لو قرأت هنا يوجد علامة حمراء أو نجمة حمراء، لازم تكمل هذه الخانة اللي أمامك. الآن نكمل هذه البيانات وهي بيانات قبول طلب جديد. الآن كما ترون كملنا بيانات قبول طلب جديد. رقم جواز السفر كتبنا في البداية، لا يحتاج أن تكتب مرة ثانية. تكتب هنا تاريخ انتهاء جواز السفر. كلمة المرور في شرط، لازم أن تكون 6 خانات، ومثلا 6 خانات، وهذه الخانات لازم تكون رقم، لا تكتب حرف، تكتب اسمك، لا تكتب حروف فقط أو تكتب أرقام فقط، مثلا 1 2 3 4 5 6 زي كذا، أو تكتب أي شيء اللي تبغاه. وهنا تكتب الجواز رقم أو كلمة، وهنا تكتب البريد الإلكتروني، وهنا يوجد استرجاع كلمة المرور. لو ضاعت منك كلمة المرور اللي دخلنا الآن هنا، هذه الخانتين لو ضاعت منك كيف ترجعها؟ تختار سؤال من هنا وتكتب الإجابة بنفسك، وبعدها يمكنك أن الاسترجاع كلمة المرور. ممكن تختار أي سؤال أسهل لك، أنا أختار هذا، ما هو أول رقم هاتفك؟ أول رقم هاتفي 0، خلاص استرجعها بهذه الطريقة بعدين بإذن الله تعالى لو ضاع مني. ننزل تحت لكي نكمل البيانات الباقية. الآن كما ترون وصلنا إلى بيانات الطالب الأساسية، لازم نكمل هذه البيانات ونرجع. كما ترون الآن كملنا البيانات طالب الأساسية، الاسم الأول والاسم الأب واسم الجد والعائلة، وكذلك باللغة الإنجليزية تكتبها وتختار من هنا الجنسية، وكذلك رقم الهاتف ورقم الجوال، وهنا يوجد تنبيه ولازم أن تكتب مفتاح دولتك. وهذه البيانات كملنا الآن، وننزل تحت لكي نكمل البيانات الباقية. والآن وصلنا إلى البيانات الميلاد، لازم تختار أولا لو تريد أن تكتبها باللغة بالهجرية أو بالميلادية، تختار أي نوع اللي تكتبها أنت، وبعدها تكتب هنا تاريخ الميلاد، وهنا يذكرك كمان سن الطالب اللي عمره أكبر من 17 وأصغر من 25 يستطيع أن يتقدم، ويذكرك مرة أخرى، وتختار من هنا الدولة أو البلد، وهذه هي البيانات بلد الإقامة تختارها هنا، وكذلك مدينة الإقامة تختارها هنا، وكذلك عنوان السكن، كلها لازم تعبيها بطريقة صحيحة. نكمل هذه البيانات.
كملنا هذه البيانات اللي ترونها أمامكم الآن كلها، بيانات الميلاد وكذلك بيانات بلد الإقامة وكلها وعنوان وكل هذول، وننزل تحت لكي نكمل بيانات شهادة ثانوية. الآن وصلنا إلى بيانات شهادة ثانوية، دولة الشهادة وكذلك سنة الحصول على الشهادة الثانوية، نوع الشهادة. نكمل هذه البيانات كما ترون الآن، كملنا كل البيانات. تختار من هنا الدولة، وقت الحصول على الشهادة أو سنة الحصول على الشهادة، نوع الشهادة علمي أدبي أي شيء تختارها من هنا، والدرجة اللي حصلتها وكم كانت من 100. بعض الدول يصححون الدرجات من 4 أو من 5 أو من 100، تختار وتكتب الرقم هنا، وبعدها تختار الدرجة اللي حصلتها أو الدرجة اللي كانت مطلوبة أن توصل إليها، وكذلك نوع المدرسة حكومية، وكذلك اسم المدرسة، وكذلك دولة المدرسة، مدينة المدرسة اللي تقيم فيها، رقم هاتف المدرسة، وكذلك التقدير اللي جبتها، الدرجة اللي جبنا ممتاز مرتفع خلاص، 97 درجة حلوة. والآن ننزل تحت لكي نكمل البيانات الباقية. وهنا يوجد كم حفظت من كتاب الله، القرآن كاملا، بعض الأجزاء، قصار الصور نقول بعض الأجزاء. وننزل تحت إلى اللغة، بيانات اللغة، لازم تختار من هنا، لازم تضغط هنا لإضافة تكمل هذه البيانات، اللغات اللي تجيدها أو تستطيع أن تتكلمها، نضغط إضافة. بعد ما ضغطنا إضافة يوجد هنا اللغة، تختار اللغة من هنا، اللغة العربية، وكذلك التحدث باللغة العربية ممتاز، الكتابة ممتاز، القراءة ممتاز، الفهم جيد، نضغط حفظ. ننزل تحت الآن كمان نقول إضافة. بعد ما ضغطنا إضافة ظهر لنا هذا، ونختار الآن اللغة الإنجليزية، ونقول التحدث جيد جدا، وكذلك الكتابة ممتاز، القراءة جيد، وكذلك الفهم جيد، جيد جدا جيد، نضغط حفظ. الآن كملنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية. لو تستطيع أن تستطيع أن تتكلم بعض اللغات الأخرى تضيفها، ما في مشكلة، ولو تريد أن تحذفها تضغط على هذا العلامة أو الإكس. الآن وصلنا إلى البيانات الأخيرة، وهي شخص للطوارئ. لازم تكتب هنا شخص، وممكن الشخص يكون صلة بينكم، وممكن يكون خالك أو عمك أو عمتك، أخوك، أختك، قريب، أي شيء تختار من هنا، وبعدها تكتب اسمه هنا، عنوانه، رقم هاتفه، رقم جواله، المهنة اللي يشتغل فيها. نكمل هذه البيانات، كملنا هذه البيانات، ونضغط على تأكيد. الآن وصلنا إلى الرغبات، ننزل تحت، لازم تنظم رغباتك أو الكليات المتاحة، هذه هي، تختار الكلية اللي تريدها أولا نختار اللغة العربية، الكلية الأول نريدها هي اللغة العربية، نزلت تحت. لو ما حصلنا على اللغة العربية، ماذا تفضل من هذه الكليات المتاحة؟ الدراسات الإسلامية اللي بعدها. وماذا تفضل لو ما حصلت اللغة العربية وما حصلت الدراسات الإسلامية؟ ماذا تفضل؟ المحاسبة. ننزل تحت، خلاص كملنا الرغبات، ونقول التالي. بعد ما ضغطنا على التالي نظمت لنا كما ترون بالتنظيم الأولى والثاني والثالث، أولا اللغة العربية، ثانيا الدراسات الإسلامية، ثالثا المحاسبة. نضغط التالي. الآن وصلنا إلى المكان الأخير، وكذلك وهو رفع الأوراق المطلوبة. الأوراق المطلوبة اللي يجب عليها رفعها جواز السفر، وكذلك كشف الدرجات، وكذلك ترجمة شهادة ثانوية، ولا هي ليست إجبارية، لو عندك الحمد لله، لو ما عندك عادي، وكذلك شهادة ثانوية إجباري، كذلك ترجمة كشف الدرجات إجباري، ليست إجبارية، شهادة الميلاد إجباري، صورة شخصية حديثة ملونة إجباري، وكذلك وثائق أخرى ليست إجبارية، لو ما عندك ما في مشكلة. ولازم في تنبيه هنا، لازم الأوراق اللي ترفعها لازم تكون بصيغة PDF، ولا يمكن ولا يجوز أن تصور بالجوال، لا تصور الأوراق المطلوبة بالجوال، لازم بالسكانر، تذهب عند الأماكن الكمبيوترات وتقول لهم أبغى سكانر بهذه الورقة، وهم يسووا لك بطريقة PDF ويرسلوا لك في البريد الإلكتروني، أو تستطيع أن تحملها على الجوال. الآن نرفع الأوراق المطلوبة، نضغط على تحميل. بعد ما ضغطنا تحميل، هنا يوجد جواز سفر، صح، الآن نحمل جواز السفر. الآن اخترنا الفايل، وكذلك نضغط على تحميل. تم تحميل الوثيقة كما ترون هنا، كمان ظهرت، نقول اكس. الآن حملنا جواز السفر، ننزل تحت، ونقول تحميل على كشف الدرجات.
كلها نسويها بهذه الطريقة. كما ترون الآن حملنا الأوراق اللي كانت معانا، جواز السفر تم التحميل، كشف الدرجات كم تم التحميل، ترجمة شهادة ثانوية ليست عندي وليست إجبارية، وكذلك شهادة ثانوية كانت إجبارية وحملتها، شهادة الميلاد حملناها، وكذلك صورة شخصية حملناها. نضغط على التالي. الآن وصلنا إلى آخر مرحلة، وهي حصلنا الحمد لله وقدمنا إلى هذه الجامعة وحصلنا رقم الطلب. ورقم الطلب يتكون إلى 3 أرقام، وهذه الأرقام لازم تحفظها ولا يضيعون منك بإذن الله تعالى. وكذلك لا يعني أنك حصلت على الجامعة بعدما حصلت على الرقم الطلب، لا يعني أنك قبلت في الجامعة، والجامعة بعد الموافقة النهائية تتواصل معك عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي. والآن كملنا، كذلك خلصنا التقديم إلى هذه الجامعة، كملنا وسجلنا جامعة المجمعة وكملنا خلاص الحمد لله، ونقول إنها بهذه الطريقة قد قدمنا إلى هذه الجامعة، ونتمنى من الله التوفيق والقبول بإذن الله تعالى. وأشكركم على مشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. اليوم إن شاء الله تعالى ما أنت وحن رجينا هنا صندوبه جامعة المجمعة جامعة دان وما أنت على فري وحي فرناندو أنت أسبوع وكلية مركا إذن كمان إرينا وبلاوينا بإذن الله تعالى. سجل أو كلية ياخد قريسة كدب لينك أما الرابط كوهر أيوة أما مقع وهر أيوة حواي مواعيد الجامعات واي جامعة سعودية مش لقى حريستو كدب هوسة ودقينا إلى لقى تقايو المنحة الخارجية كما ترون لغير السعوديين وحواي أردد سعودية هين منحة الداخلية والخارجية ويسو بندقان وحفرا جامعة المجمعة المنحة الخارجية لغير السعوديين على مدى هوسة تابني ناس سعودية كنت الله وحي كنت الله مقالة لها يوم مجمعة جامعة دانا مجمعة لها وحي بلاوتي مانتا اي تاريخ ذا ذو الحجة او تواني تطول مرة يا لفري وحانا الحري دونا لا تني افر ايضا مريسا تلاذ دانا لفري تلاذ دانا الحري دونا انا حريستان ربا قبلها وحريسان كران ويلاش انو حريسان كران شرودنا ان لا في ريو مهم واي وحان لينا هاي سجل سجل مركا عند هاني قيبتان ونكيني انت طلاب واي رقا واي ميشان ندوم مركا واي كدب ايام حالي لها هذا رقا نبروبين ربا رقا نوحرين ربا رقا ندوريني وحان لينا هاي طلب جديد طلب جديد مركان هذا ميشان وكو كيني باسبورك نمبر كي زمان كان قليني على مدانا صح سارينا كتب وحالينا هاي وافق وافق مركان نحن قيبتان ونكيني وحو شيقو يا على مدانا وقدود هذا داركتان وواجب ويميشا سلقا ما قد بكرو إناد بوحيسو يا واجب كوا ومركو روحان بوحين إنا قبول طلب جديد مرك ميشان وحال قلينا تاريخ دا باسبورك ودعايو وقتي باسبورك دعايو انت مالنتي يا كدورني كان شهر بش ودعايو كان سنة ودعايو باسبورك لما ذكر الله تاني افرتو لي دونا كلمة المرور نوحا شي غيان اني ككوب ناتو كليا لح نمبر اني ككوب ناتال ربا كدي ميشان وحا قلين انا جيميلكا سيدا او جيدان ميشان وحو لي هاي هدو كالو مو باسورك سيدا كو صور عشان محال ده هاي باسورك مركو وحا واجب كوا انت انا سؤالا كدورتو لح سؤالا تالو وحا ربطا دوراني وحا ندورت هاد وصورة هذا ميقاي كقوبان تاي تطبيك كقوبان تاي عليها تطبيك دانا دو انا الو دو ماها سؤاش هادي لقوي ديو ويكوف الظاني ساعة وصوع عشتو باسورك هاي معلومات كوا بوحي هوسا ومدوغ انا ساعة وبوحينو معلومات كي يكو صوحي جان سيدا وجدان وحا يماني بيانات الطالب الاساسية معلومات كان لما تطبيك بوحينينا وصوالا بنينا سيدا وجدان ولا غياض عندي مسترني بيانات الطالب الأساسية مقع كوات كان لوات كان سدحات كان أفرات باي عربيك سيدا وكلا يكو انجلش نعانا اكسو بلابة ايضا وقليني سيدا وكلا جنسي دا دولة دا اكسو جدو دولة دا ميشان خسي دوراني كدوراني سانا فري دولة دا دوراني كتب نمبر كاغا هاتفين ليين هاتف انا كما استعماله بقول كيف بقول كيف كنت عمل ضد بدن استعمالان نتقار استعماله وجمان على مد حدك مسارا هدي هذا هي سن كتك هدي هذا هي ستر كقر هدي كلا مش أنا حواي رقم جوال وهاي نمبر جوال كاجا سيدا يوحي ليهن أن مش أنا شرط عياله وبينا قبل أوضاع فرح دولة دو قبل أوضاع وهاي هو صوت جينا أو بيانات الميلاد بيانات الميلاد إيوه حن بنمسترنا إيوه حد مستر ده أنا بيانات بلد الإقامة بيانات الميلاد مركز جوكتو مش أنا وحنا دورنا هجري تاريخ ده هجري ما كقولي دونتا أم ميلاد يا كقولي دونتا مش أنا كدورنا ميلاد يا كقولينا أنا كميلاد يا استعمالنا شرط جانا وقصو عليه هدي أما حن بوحسه شرط جانا كويه
riyaalo 17 inuu ka weynaado qofka soo xareysanayo 25 inuu ka yaraado waaye dawladda joogtana meeshaana ka dooranay macluumaadkana buuxinayna walaalyaal waan dhimaystirnay bayaanaad miilaad marka hore taariikhda aad rabto inaa meeshaan ku buuxiso ayaa meeshaan ka dooranay kadib taariikhda baasaboorkaaga taariikhda aad dhalatay ayaa meeshaan ku qoreysa kadib wadankaaga sidoo kale meeshaad joogto madiinada aad ka joogto ama magaalada aad ka joogto sidoo kale cinwaankaaga marka hoos aan gudbaynaa sidaan ugu gudubno bayaanaad shahaada thanawiya bayaanaad shahaada thanawiya imaanay shahaadada dowlada shahaada dowladda meeshaan kasoo dooranay 2017 waqtigaa dhameysay meeshaan ka dooranay noocu shahaada shahaadada nooceeda shahaadooyinka way kala baxaan wadamada kale laakiin anaka waxaynu isku dhex daba jiraan kulligooda marka cilmi adabi wax walba isku dhex jiraan laakiin ukhraa iska dhahayani waxaan meeshaan waxaa ka dooranay natiijadii aad ku keentay examka 97 meeqay lagu saxayay 100 lagu saxayay nooc madarasa sanawiya nooc madarasada xukuumi miya maxaa lahay ahli miya dowlad miya ama abeenis miya waxaas waaye xukuumi waaye dowlad waayan leeyahay madarasada magaceeda magadar magaceeda meeshaan ku qoreysa dowla dowladda ay ku taalo soomaali madiinada ay ku taalo muqdisho raqamka iskoolka waa kasa taqdiirka keentay inta waxaa kusoo qornay 97 waxa waaye mumtaaz murtafic waaye mumtaaz waaye 8 haddii ku jiro meesha waa 8 iyo 3 jayd jidan waaye jayd jidan murtafic 8 iyo 9 imeelahaas waaye marka meeshaanaan kasii dooranay kadib waxaa u degaynaa qeybta hoos si aan u dhimaystirno macluumaadkii dhiman macluumaadka dhiman sida ujeedaan kam taxfad min kitaab illah qur-aanka meeqa ka xifdinaya qur-aanka dhanaa xifdinaa bacd alajzaa xifdinaa qusuulooyinka gaabgaabanaa xifdinaa bacd alajzaa aan doortay meeshaan wuxuu leeyahay alluqaad waay luqad carabiya lugooyinkii aad ku hadli karto ayaa meeshaan ku cadaynay waxaan leedahay idaafa idaafa markaan dhahay malafkana meeshaana ii furantay meeshaana wuxuu ku leeyahay afar luqood aa taalo afartan luqadood tii aad ku hadli karto oo ka dooro luqal carabiyaan dhahay kow muqaldika hadalka taxaduthuu leeyahay hadalka mumtaaz waaye kitaabada qoritaanka mumtaaz waaye akhrinta mumtaaz waaye fahamka mumtaaz waaye xifdaan leeyahay waajib maaha inaa kulli mumtaaz aad doorato maya sida ku tahay waay aday kugu xiran tahay hadalka afcarabiga hadalka sida kugu yahay qoritaanka sida kugu yahay dhexdhexaad maa ku tahay bilaaw maa ku tahay eber maa ka tahay adaa dooranaya waxaan de luqad kalea ku idaafinaa idaafa leeyahay idaafaan dhahay haddana wuxuu isoo bandhigay luqada haddana waxaan dooranaa luqan ingiriisiya luqada ingiriisiya oo ku hadli karaa taxadudkaaga ku hadalkaaga luqada jeedjidan waaye kitaabada qoritaankeeda waa mumtaaz waa qori karaa hadalka qiraa qiraa'ad akhrinta marka akhrinayso mumtaazan ku akhrin karaa fahamkeeda jayd jidan waxaan leeyahay seef markaan dhahnay seef labadan luqadooda ku daray wixii haddii wax kaa qaldamaan lacala edit mala samayn karo ma bedeli kartid waa kansala leedahay waa tire mar rabaad haddana idaafa leedahay luqadii aad dooranay adin waxaa ku buuxinay wuxuu leeyahay shaks lidawaari meeshii ugu dambeysa waaye haddii lacala qof kale oo adi haddii lagu waayo lacala qof lala xariiraayo ayaa la rabaa qofka magaciisa meeshaan ku qoreysaa kadib xiriirka idoo idinka dhexeeyo walaal miya aaba miya hooyo miya eedo miya qariib miya saaxiib miya waxaa rabtaa meeshaan ku qorane ani waxaan leeyahay hadda qariib qof saaxiibaan ayaan leeyahay cinwaankiisa meeshuu joogo intaa ku qoreysa nambarkiisa iyo raqam jawaabkiisa iyo shaqada uu ku shaqeeyo macluumaadkii waan buuxinay waxaan leeyahay taakiid sidaa ujeedaan meeshaan markaan taakiid aan dhahay intaanu isoo muujiyay laakiin hadda hal kuliyad oo keliya ku jirto waxaa dooranaynaa inaan nidaamiso waaye hadda hal waxbaa ku jirto laakiin waqtigaad xiraysanayso in wax kale ku jiraana laga yaabaa tan camal saanaan u dooranay wax badan ayaalo midii aad rabtaa kow raqabaadkaaga waay siday iskugu soo xigaan tanaa rabaa kuliyad luqal carabiya rabaa haddii aan waayo xisaaba rabaa haddii aan waayo fysicsa rabaa saas camal waay kuliyadaha aad rabto saas ay kugu soo xigaan marka inaad fahmayso luqada kuliyadaha aad rabto inaad kala hagaajiso waay hadda midaan camal tanaa taalo oo keliya waxaan leeyahay qeybtan hoos calaamada ujeedaan taabana hoos ay igu soo tegay marka waxaan leeyahay kadib ana hal xabaa sameeyey waa inaa saddex faculty camal inaa sameyso waay kow tan hadii waayo tanaa rabaa tan hadii waayo tanaa rabaa waa nidaamsane kadib waxaan leeyahay taali midii aan doortay keligeeda midda yaalo oo keliya tan waaye kadib waxaan leenahay taali sidaa ujeedaan meeshii ugu dambeysa imaanay meeshaan wuxuu leeyahay b d f oo keliya la rabaa markii lasoo xiraysanayo sawir mala rabo b d f koriya kasoo xiraysan kartaa sidoo kale wuxuu leeyahay wax mobil lagu soo sawiray ma anfacayaan computer inaa lagu soo sawiro waaye in aad kusoo sawirto waaye
marka shuruud waxa la rabo ina meesha aan gelino waxa waaye baasaboorka kooda shahaadada dugsiga sare ee kashf darajaadkaaga natiijada transcriptiga iyo maxaa la dhahay shahaadada dugsiga sare warqada dhalashada iyo sawirkaaga intaan oo keliya loo baahan yahay la meesha ku qoran tahay hadii aadan haysanin dhimana laakiin hadaad haysato iskaga buuxi waxaan leenahay taxmiil baasaboorka inaa xamilaan rabaa taxmiil aan dhahay تحميل عن رهي كتب وحميش عن كوخ قرأ في جواز سفر عن كوخ هذا وجواز سفر إن عن دورتا جواز سفر كي عن دورتا وحن لي هاي حفظ وحو لي هاي تم التحميل انت نمو كوخ قرأ باس بورتي ميش عن كلي هرتي سنوها كوخ قرأ تم التحميل إظهار دي أين ربطينا صومو جيسو كتب هو سأو دقينا تن نعم كوخ قرأ كشو درجات كي أيضا وحاوين لينا لما انت بقى سنة سمين نسان sida u jeedaan meeshii nacam ku qorneyd wax walba nacam ay ku qorneyd aan heystay waan buuxinay kadib hoosa u bixinay waxaan leenahay atali sida u jeedaan number uu ku siiyay numberkan hadii aad hesho waa jaamacad ay ku xireysan tahay wuxuu ku leeyahay numberkan aad heshay ma u dhiganto ina jaamacadii aad heshay marka waxaa lagu leeyahay waxay kala soo xiriiri doontaa jaamacadda hadii lagu aqbalo gmailkii aad meesha soo gelisay iyo numberkaaga meelahaas ay lagaala soo xiriiri doonaa marka saan ayaynu ugu xireysan tahay jaamicad almajmaca markaad dhamaysato waxaa leenahay inha intaa ka taabane ama intaa ka taabane saan aynu ugu xireysan tahay jaamicad almajmaca wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh